بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اتخذ إبراهيم خليلا وجعله للناس إماماً جليلاً، سبحانه وبحمده جعل الإمامة في الدين دليلاً وأبان الحق وفصله تفصيلاً، وصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله وعلى أفضلهم وخاتمهم نبينا محمد الذي اتبع ملة إبراهيم حنيفا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 28 من الشهر السابع من عام 338,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقام هذه المحاضرة في ظلال قول الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، وهو إبراهيم عليه السلام، للحديث عن الإمامة في الدين، فضلها ومكانتها وأهميتها وتعريفها في اللغة والاصطلاح، ومنزلة نبي الله إبراهيم عليه السلام وصفاته وخلاله، وبعض الوقفات مع قوله سبحانه: إني جاعلك للناس إماما. والمقصود بالإمامة عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين في ذلك، والآيات الواردة في الأمر بالائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان شيء من إمامة إبراهيم عليه السلام في العقيدة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وحوار المخالفين، وكذلكم إمامته في الصبر على البلاء واليقين بالله والصدق مع الله تبارك وتعالى، وكذلك إمامته في الحوار وإقامة الحجة، وإمامته في المناسك وفي الدعاء وفي اتباع دين الإسلام ومخالفته غيره، وإمامته عليه الصلاة والسلام في الولاء والبراء، ومقومات الإمامة وعواملها ومجالاتها ومعوقاتها وعلاجها وآثارها، ثم الخاتمة. ويأتي هذا تفعيلاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، مع هذا المشروع الرائد العظيم الذي أطلقه أميرنا أمير البلد الحرام في المشروع العظيم كيف نكون قدوة، وإبراز النماذج المهمة في القدوات والأسوات، وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما الخليلان
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، إن الإمامة في الدين منزلة عظيمة، منزلة عظيمة ومكانة كبيرة وكريمة، لا تنال إلا لمن كانت له قدوة عظيمة. فمن القدوات الصالحة والأسوات الواضحة الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا لما عد الله عز وجل جملة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام أعقبها بقوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل من إخوانه من الأنبياء والمرسلين قدوة له في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به والصبر والمصابرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولقد قص الله تبارك وتعالى علينا في محكم التنزيل وأقرأناه بالترتيل قصصاً فيها عبرة لأولي الألباب وقدوة لذوي الفضل اللباب، فهي بحق معيار للآداب ودليل إلى الصواب. فما أحوجنا إلى التأمل بآي السنة، بآي الكتاب ونصوص السنة من النبي الأواب صلى الله عليه وسلم. فمن نال الإمامة في الدين وأمرنا باتباعه من المرسلين، ممن نال الإمامة في الدين وأمرنا باتباعه من المرسلين نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه في الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، وقد سمعناها في صلاة المغرب: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه منقبة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، فقد جعله الله للناس إماما وجعله للأمة أسوة لزاما وللصالحين المتبعين زماما. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وإن الإمامة في الدين نضر الله وجوهكم لا تشترى بالمال، وإنما بأدب القرآن والسنة والوحي والجمال وأخلاق الرجال والجلال، ولا تنتزع بالقوة، إنما تكون بالقدوة، ولا تنال بالجاه والحسب والنسب، إنما بالتخلق والصبر واليقين والطلب، وجماع ذلك كله بالتقوى والعلم والدعوة والصبر واليقين والدعاء، كما في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. فلو لم تكن الإمامة في الدين أرقى المنازل وأعظم المراتب وأسنى المناقب لما حصل الحث في الدعاء بها وتحقيقها. وقديما قال أهل العلم: بالإمام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة، إلى قوله سبحانه: يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه صفات عظيمة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها اقتداء بأنبياء الله ورسله. فمنزلة نبي الله إبراهيم عليه السلام منزلة عظيمة، وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجميع أنبياء بني إسرائيل
من ذريته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضاً من ذريته، لأنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولقد اصطفى الله إبراهيم واصطفى من ذريته الكرام، كما قال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وآتاهم الله من فضله الكريم الكتاب والحكمة والملك العظيم. قال جل وعلا: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً. وقال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً. وبارك الله عليه وعلى آل بيته وعلى آله وذريته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب، ووهب له إسحاق ويعقوب. وقال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال جل جلاله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وإبراهيم هو أحد أولي العزم من الرسل. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريب. إذن أولو العزم من الرسل خمسة. من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وقال في موضع آخر: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا في بيان أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا إبراهيم عليه السلام من أولي الأيدي والأبصار ومن المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وسمى هذه الأمة بالمسلمين كما قال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذه كلها من جلائل وفضائل ومناقب أبي الأنبياء أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: إني جاعلك للناس إماما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان معنى هذه الآية: يقول الله تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس. إماما أي قدوة يقتدى به في التوحيد حتى قام بما كلفه الله تعالى من الأوامر والنواهي. وهذه هي الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهذه الكلمات فأتمهن، كلمات التوحيد والأوامر
والشرائع والنواهي فأتمهن، لأنه نبي التمام والوفاء. قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بالقيام بهذه الكلمات التي أوحى الله بها إليه، إلى أن قال سبحانه: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل من القيام بالأوامر وترك النواهي، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. إذن لكي تنال الإمامة يا عبد الله في الدين، احرص على الأخذ بمقوماتها والاقتداء بأنبياء الله ورسله. فإبراهيم عليه السلام لم يكن ليصل إلى الإمامة في الدين إلا لما أتم الله الكلمات، أتم الله له هذه الكلمات وقام بها من التوحيد والقيام بالأوامر وترك الزواجر. فهذه هي مرحلة ومقومات الإمامة في الدين، ولهذا يجب على العبد أن يسلك طريق الإمامة في الدين أولاً بالإيمان بالله وتوحيده والقيام بالأوامر والشرائع وترك النواهي والزواجر. وقال أبو الطيب القنوجي، قال: إني جاعلك للناس، أي لأجلهم، إماماً يقتدى بدينك وهديك وسنتك. قاله في فتح البيان. ما المقصود بالإمامة؟ الإمامة في اللغة أولاً مشتقة من الأم، من الأم وهو القصد، وهو القصد، وهو على وزن فعال من صيغ الآلة سماعاً كالعماد والنقاب فعال والإزار والرداء والإمامة، فأصله ما يحصل به الأم وهو القصد. ولما كان الدال على الطريق يقتدي به السائر دل الإمام على القدوة والهادي، فالقصد هو الدلالة على القدوة والهادي الذي يدل الطريق. والمراد بالإمام هنا في قوله إني جاعلك للناس إماماً الرسول والرسالة والقدوة، فإن الرسالة أكمل أنواع الإمامة، والرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل أفراد هذا النوع. وإنما عدل عن التعبير برسول قوله رسولاً إلى إماما ليكون ذلك أعلى، فالإمامة أعلى من الرسالة، الإمامة أعلى من الرسالة، ليكون ذلك دالاً على أن رسالته تنفع الأمة المرسلة إليها بطريق البلاغ، وتنفع غيرهم من الأمم بطريق الاقتداء. فإن إبراهيم عليه السلام رحل إلى آفاق كثيرة، فتنقل من بلاد الكلدان إلى العراق وإلى الشام والحجاز ومصر، وكان في جميع منازله محل، وكان إبراهيم عليه السلام في جميع منازله محل التبجيل والتقدير، ولا شك أن التبجيل يبعث على الاقتداء. قال ذلك الشيخ ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، وقال في موضع آخر: الإمام الرسول والقدوة، الإمام الرسول والقدوة. وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، الإمام القدوة. ومنه قيل: لخيط البناء إمام، وللطريق إمام، إمام حسي، لأنه يؤم فيه للمسالك أن يقصد. فالمعنى: جعلناك للناس إماما يأتمون بك
في هذه الخصال ويقتدى بك، ولا سيما من الصالحين، فجعله الله إماما لأهل طاعته. فلذلك اجتمعت الأمم كلها على الدعوة فيه، والله أعلم أنه كان حنيفا كما ذكر القرآن الكريم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: والإمام لما كان هو القدوة للناس لكونهم يأتمون به ويهتدون بهديه، أطلق عليه هذا اللفظ. ما المراد بالإمام؟ من يجيب؟ ما المراد بالإمام في قوله إني جاعلك للناس إماما، أي رسولا وقدوة في الخير؟ نعم، فيه إجابة أخرى. نعم، والأم من القصد، وهو أيضا قصد الخير، وهو طريق الاقتداء والائتساء. آيات كثيرة في كتاب الله جاءت بالأمر بالاتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال أبو الطيب القنوجي أو القنوجي: لم يبعث بعده نبي، أي بعد إبراهيم، إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه في الجملة. وإبراهيم يعترف بفضله من جميع الطوائف، حتى من اليهودية والنصرانية وأهل الإسلام، كلهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام. وكذلك العرب في الجاهلية كانوا على طريقة إبراهيم عليه السلام، ولما جاء الإسلام زاده الله شرفاً وفضلاً، فحكى الله عن إبراهيم أموراً توجب على المشركين واليهود والنصارى قبول قول النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما أوجبه الله على إبراهيم هو من خصائص دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حجة على اليهود وحجة على النصارى وعلى مشرك العرب في وجوب الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية 23 بعد 100 من سورة النحل. فهذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم، وأمر الله له أمر لأمته عليه الصلاة والسلام، كما هو في القاعدة الشرعية المعروفة. وقال تعالى مخاطبا الأمة، أمة الدعوة وأمة الإجابة، باتباع ملة إبراهيم والاهتداء بسنته صلى الله عليه وسلم: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنيفية، والحنيفية ملة إبراهيم، وهي توحيد الله عز وجل وعبادته وإخلاص الدين له. وأثنى الله تبارك وتعالى على من اتبع هديه وسلك سبيله، فقال تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام حاز الإمامة في الدين في صور متعددة، أولها إمامته في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فهو قد دعا عبدة الكواكب والنجوم كما في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة
إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى أن قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ثم قال فلما رأى الشمس بازغ فلما رأى القمر بازغا، ثم قال فلما رأى الشمس بازغة، ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه دعوة إلى من توجه إلى غير الله، إلى التقرب للقبور أو الأضرحة أو عبادة النجوم أو الكواكب أو غيرها، فلا معبود إلا الله جل وعلا. وهذه دعوة أنبياء الله ورسله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه لما دعاهم إلى التوحيد، حصل الحجاج والجدال، ومع هذا ثبت عليه الصلاة والسلام وصبر في الدعوة، بل تحداهم: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. تريدونني أن أخاف النجوم والكواكب وما عبد من غير الله وأنتم لا تخافون الله؟ هذه دعوة إلى الجدال والحوار بالتي هي أحسن، وإلى إثبات الدعوة إلى التوحيد والاقتداء والائتساء بنبي الله إبراهيم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين، فريق التوحيد أم فريق الشرك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. في الآية 74 إلى الآية 83 من سورة الأنعام. ومن صور إمامته في الدين عليه الصلاة والسلام دعوة أبيه. لا أقرب للإنسان من أبيه، ولا من ابنه، ولا من عشيرته وقومه. فهؤلاء أولى بالدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حوار عظيم في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قالوا ثم تأتي النتيجة: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الاعتزاز بالتوحيد، وأذن الله له بتحطيم الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وهكذا في سياق الآيات في سورة الأنبياء، ثم في سورة الشعراء والصافات، وفي دعوة أبيه في آيات كثيرة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله أكبر. دعوة بالحوار وبملامسة القوة العقلية وتحريك الوجدان. وهذه دعوة إلى اليوم إلى عباد القبور والذين يتوجهون إلى غير الله: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاء، شوف الحوار والأدب، يا أبتي، مع أن أباه كان على الشرك ومع هذا يقول يا أبتي. هذه دعوة إلى بر الوالدين حتى لو كانوا غير مسلمين. وهذه الدعوة إلى الإسلام بالسماحة واليسر والرفق والرحمة،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا أدعى إلى القبول، لو قال له لما تفعل كذا لما تفعل كذا لم يستجب له، لكن يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي شوف الإشفاق على أبيه، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إلى أن قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك. الأدب في قمته من أنبياء الله ورسله، وهذه الإمامة وهذه القدوة والائتساء بالخلق النبيل بحسن التعامل بالقيم. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لكن أنا سأثبت على دعوتي، سأعتزلكم وما تدعون من دوني وما تعبدون وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله لما ثبت وصبر، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا إلى ختام الآيات. كذلك من إشفاقه بأبيه إشفاقه ببنيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين الامتثال. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يكفي الإنسان أن يكون على الحق وعلى التوحيد وعلى الدعوة، وإنما يدعو بنيه يدعو قومه دعاء إشفاق ومحبة ومودة لهم حتى لا يمسهم عذاب الله وناره وجزاؤه. ومن صور إمامة إبراهيم عليه السلام إمامته في الصبر على البلاء. الله ابتلى إبراهيم بلاء عظيم أشد من أمره بقتل ولده وذبحه. لا أظن أن النفوس البشرية إلا من تدرعت بالإيمان بالله تمتثل لمثل هذا الأمر العظيم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما في الصبر على البلاء واليقين بالله. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إلى قوله قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وأيضا جاهد وكابد في دعوته قومه ولقي ما لقي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الرؤيا بذبح إسماعيل عليه السلام، على الخلاف في الذبيح في قولي العلماء هل هو إسماعيل وإليه ذهب جمهور أهل العلم أو إسحاق على القول الآخر. والصواب الذي تدل عليه الأدلة أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أتى بالابن وقال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، إنها أمة العقيدة وأسرة التوحيد والامتثال لله عز وجل. قال يا أبت افعل ما تؤمر. لو قيل اليوم لأحد أبنائنا أو قيل لوالد اعمل هذا مع ولدك، ماذا سيكون ردة فعله؟ والابن ماذا سيقول؟ سيهرب إلى فجاج الأرض التي لا يقدر عليه فيه. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الصبر على البلاء والامتحان، وبهذا نال إبراهيم الإمامة في الدين. فلما أسلم وتله للجبين امتثال غاية الامتثال، وناديناه أي يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. جاءت النتيجة والإنقاذ من هذا الابتلاء، لأن المراد به الامتثال. هل يمتثل العبد أمر ربه والنبي أمر ربه أو لا؟ ولهذا فاز إبراهيم وإسماعيل بهذا الابتلاء، فنال أن يكون إماماً في الدين عليه الصلاة والسلام. كذلك من إمامته إمامته في الحوار وإقامة الحجة. حاور نمرود الذي ادعى الربوبية: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يأتي بالرجل فيقتله فيعد نفسه أنه أماته، ويبقي الآخر فيدعي نفسه أنه أحياه قال أنا أحيي وأميت. فجاء التعجيز النبوي القرآني الإلهي: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت صادقا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. شوف الحوار، شوف أدب الحوار بالحجة، ليس برفع الصوت ولا باللجاج، وإنما بالدليل والبرهان. كذلك حواره مع الملائكة لما بشروه بالغلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إلى قوله: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله، إلى قوله: وبشروه بغلام عليم. ثم ومن ذلك قوله سبحانه: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، إلى قوله: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. من أيضا حواره مع الملائكة بشأن لوط وقومه: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وكذلك حواره مع أبيه. فالدعوة إلى الحوار دعوة قرآنية، والحوار اليوم سلاح فاعل ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على إعلاء رايته، لأن ديننا اليوم يعاني من شبه كثيرة لا مخلص ومجلي منها إلا الدعوة إلى الحوار باستخدام أسلوب الحوار القرآني، كما حاور إبراهيم عليه السلام قومه وأباه وأبناءه والملائكة والموافقين له والمخالفين له بإبراز الحجة والدليل والبرهان: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وديننا الإسلامي اليوم يمر بتحديات وأزمات ومتغيرات وتحولات وشهوات وشبهات تبث، فاقتداؤنا بأنبياء الله ورسله في الإمامة بالدين يجب كشف الشبهات التي تتطرق إليها هذه الشريعة. منها مثلاً اليوم يتهم الإسلام بالإرهاب، لأن بعض المنتسبين إليه يسلكون سبيل العنف، فواجب العلماء والدعاة إلى الله أن يبينوا حقائق الإسلام وبراءة الإسلام من هذه الصور التي تقتل الناس بغير وجه حق، والتي تسلك سبيل العنف، والتي تخرج عن جماعة المسلمين، والتي تعبث بأمنهم وأمانهم وتبث الفوضى والاضطراب. كل ذلك ينبغي أن يبين بإبراز الصورة المشرقة لديننا في وسطيته واعتداله ورحمته وتسامحه وحواره وتعايشه مع الآخرين. ألا ما أحوجنا اليوم أيها الإخوة إلى العناية بهذه القضايا التي عني بها أنبياء الله ورسله فنالوا الإمامة في الدين. من إمامة إبراهيم عليه السلام إمامته في المناسك. من الذي أمره الله جل وعلا برفع البيت وبناء الكعبة؟ إبراهيم عليه السلام.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولاحظ التعبير بيرفع، لأن البيت في أصله من بناه؟ بنته الملائكة، وإبراهيم أمر برفعه على وجه الأرض. وإذ يرفع، وساعده ابنه إسماعيل عليه السلام. وانظر إلى هذا الدعاء العظيم في المناسك وفي البناء وفي عمل الخير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لأن هذا عمل جليل، ويخاف المؤمن ألا يتقبل منه. فاحرص يا عبد الله دائما أن تدعو بقبول عملك، ليس العبرة بالعمل، وإنما العبرة بقبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك مقام إبراهيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا بالأمر، وفي قراءة واتخذوا بالفعل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولهذا شرع لنا بعد الطواف أن نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا إعلام الناس بالحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومن ذلك تطهير البيت، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن ذلك أيضا إمامته في الدعاء، إمامته في الدعاء ورفع يديه إلى مولاه سبحانه. من صور ذلك الدعاء لهذا البلد بالأمن، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه دعوة من أبينا إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله هذا الدعاء فجعل هذا البيت آمنا لا ينال من أمنه جبار ولا ظالم ولا طاغ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وكل من أراد البيت بسوء فإن الله راد كيده في نحره. وكذلك دعا إبراهيم لهذا البلد بالرزق ولأهله، وارزق أهله من الثمرات، شريطة الإيمان بالله واليوم الآخر. أما من كفر فإن جزاءه والعياذ بالله النار وبئس المصير. ومن ذلك أيضا دعاؤه عند بناء الكعبة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاؤه لذريته وأمته والمؤمنين، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى قوله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فليجتهد العبد في الدعاء لله عز وجل أسوة بأنبياء الله ورسله، وفي مقدمتهم الخليل إبراهيم عليه السلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ومن ذلك استغفاره لأبيه، استغفاره لأبيه إلى أن نهي عن ذلك. ومن ذلك أيضا إمامته في التمسك بالدين، لا باليهودية ولا بالنصرانية، لأن أهل الكتاب تجادلوا، اليهود يقولون إبراهيم منا والنصارى يقولون إبراهيم منا، فأنزل الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا أهل الكتاب، لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى قول ما كان إبراهيم، إلى قوله: إن أولى الناس بإبراهيم، يا من تدعون أولى الناس بإبراهيم الذين يتبعونه، لا الذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل الآية، قولوا آمنا بالله الآية، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل الآية، كل ذلك في إمامته عليه الصلاة والسلام في التمسك بالدين الحنيف والعقيدة والتوحيد والإسلام. الإسلام بمعناه العام، الإسلام بمعناه العام، وإلى الإسلام بمعناه الخاص هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إمامته عليه الصلاة والسلام في الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكذلك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا شأن المسلم بعد أن يدعو إلى الله عز وجل. والولاء والبراء لا يعني الإساءة بل الإحسان إذا كان من الأبوين، وأيضا لا يعني التمسك بالقيم والمبادئ والأصول وحسن التعامل. نعم، من إمامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمامته في الأخلاق القويمة والصفات الكريمة، فقد ذكر الله عن إبراهيم عددا من الصفات والأخلاق: إن إبراهيم لأواه حليم. استخرج صفتين من صفات إبراهيم في هذه الآية: أواه، والأواه هو الرجاع، الرجاع بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم لأواه، وأيضا حليم، والحلم هو من أهم صفات الداعية إلى الله عز وجل، حلمه بالمدعوين، ولهذا حلمه بأبيه وبابنه وبقومه وبذريته وبنمرود وبغيرهم وبالمشركين. ثم بعد ذلك الإنابة: إن إبراهيم حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذه ثلاث صفات من صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو إمام في الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فما أولانا أن نتأسى به. وكذلك كانت هذه صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته وأخلاقه وشمائله اليقين، اليقين
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. الشاهد، قال بلى. أولم تؤمن؟ قال بلى. ثقة، يقين مطلق بالإيمان بالله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى، لكن يريد شاهدا حسيا وعمليا، بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذه جرت أيضا مجرى الأمثال. لو تقول مثلا لابنك قد فعل شيئا، قال ألا تثق بي يا والدي؟ تقول بلى ولكن ليطمئن قلبي، فتطالبه بالإثبات المحسوس والدليل العملي. ومن صفات إبراهيم الرشد والرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. من صفاته الصدق والنبوة، إنه كان صديقا نبيا، والصديق أعلى من درجة الصدق وحده. الاحتفاء، احتفاء الله به، إنه كان بي حفيا، والتعبير العظيم الجليل، ومن كان الله به حفيا فلا يبالي بغيره. القنوت، القنوت، إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني قدوة في الخير، أمة، لا يقال رجل إبراهيم، أمة، عدد من الناس، الأمة الفئام من البشر. إبراهيم هذا الرجل كان أمة، أي أمة في الخير، قدوة في الخير، أمة في رجل قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شكر النعم شاكرا لأنعمه، الاجتباء الهداية، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الاصطفاء والصلاح، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن الوفاء، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى، وهي صفة عظيمة تعني الوفاء بمعناه العام، أو الوفاء بمعنى الكمال والتمام، أي أتم ما أمر به من تبليغ الرسالة والشرع والقيام بالأوامر والنواحي. هذه الإمامة في الدين أيها الأخوة، هذه الإمامة في الدين، بأي شيء نالها إبراهيم؟ ما مقوماتها؟ يجب علينا أن نسأل أنفسنا، أن نهب أنفسنا للدين، كيف تكون إمامتنا في الدين؟ لا ترى أن هذا أمرا مستحيلا أو أمرا معجزا، ثق بالله عز وجل وسر على طريق الإمامة في الدين، تكن كذلك بإذن الله. تهب نفسك لهذا الدين، تهيئها بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تخلص من حظوظ النفس الدنيوية، ومن كوامن النفوس، ومن رواسب الغل في الصدور والقلوب. نق قلبك من الغل والحقد والحسد، فلا ينال الإمامة في الدين حسود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، ولا حقود ولا من يحمل غلا ولا حقدا على المسلمين، وإنما من كان قلبه طيبا وطاهرا وسليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. أن تكون متبعا للأنبياء والمرسلين، ولا سيما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أن تكون من الموقعين عن الله تعالى بالعلم النافع، والممثلين لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقك، أقوالك، أفعالك، تصرفاتك، تعاملاتك مع أهلك، في زوجك، مع أهلك، في بيتك، مع إخوانك المسلمين، تكون قدوة، وبهذا بحول الله تنال الإمامة في الدين.
لماذا يسعى المرء لنيل مرتبة الإمامة في الدين؟ اقتداء بالأنبياء والمرسلين، ولأنها مهمة عظيمة، ودرجات الصعود والمراقي والجلال والكمال والجمال التي يتسابق إليها المتسابقون ويشمر لها المشمرون، تبوؤ المنازل العالية في الدنيا والآخرة، نصرة هذا الدين والدفاع عن حياض الكتاب والسنة، والحرص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التجديد في أمر الدين والدخول في من يصطفيهم الله لهذه الأمة، والاطلاع بالدعوة إلى الله على بصيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأساليب الشرعية، والحرص على نفع الناس وخدمتهم وبذل الخير لهم وتعليمهم، وإيجاد قدوة يقتدى به في أعماله وأقواله أمامهم. كيف تنال الإمامة في الدين؟ بالصبر واليقين. تنال الإمامة في الدين بلوغ مرتبة الإحسان، صدق الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى، وكذلك أيضاً النصر الصحيح، التبصر الصحيح الكامل في مراد الله تعالى في أفعاله وكلامه وأقواله سبحانه، العلم بالسنة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وخلقه وقيمه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. الصبر، الصبر. لا تنال الإمامة بالدين بساعة أو بساعتين أو بسنين، وإنما بالصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اتخاذ نماذج للسير عليها والاهتداء بهديها لبلوغ هذه المنزلة الرفيعة، النظر في سير الأئمة، أئمة المسلمين في الحاضر والماضي، وكيف كانت حياتهم، ويأتي ممن تبوأوا هذه المنزلة، منزلة الإمامة في الدين والقدوة والأسوة، الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل لا سيما أولو العزم، نوح، إبراهيم، عيسى، موسى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم. إلزم غرز السنة، احرص على السنة أيها المسلم المتبع، احرص على اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بعد الصحابة، بعد الأئمة والأنبياء، يأتي الصحابة، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، علي بن أبي طالب أبو السبطين. هؤلاء نماذج، العشرة المبشرون بالجنة، أمهات المؤمنين، عائشة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار. هؤلاء قدواتنا وأسواتنا، وينبغي أن نتأسى بهم رضي الله عنهم. وبعد ذلك جيل التابعين، الأئمة الأربعة، أبو حنيفة النعمان، مالك بن أنس، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النووي ابن تيمية، الإمام محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن باز ابن عثيمين، أئمة وعلماء هذه البلاد المباركة وعلماء العالم الإسلامي السائرون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. هؤلاء القدوات، النماذج، ولا ندعي في القدوات الكمال. العصمة لله ولكتابه ولما جاء به الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد ويخطئ بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا. لما جاء تأبير النخل ولم يؤبر في تلك السنة، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم لما فسدت الثمار.
فكان هذا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدعى العصمة، ونحن لا ندعي العصمة لأئمتنا، لكن نذكرهم بالجميل. ومن الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ يتأدب مع الأئمة ويعرف قدرهم وفضلهم ومنزلتهم. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هكذا ينبغي أن يرعى آداب طلب العلم طلاب العلم، والنظر إلى مكانة العلماء. وأيضاً هناك اليوم حرب على النيل من العلماء والنيل من الرموز والقدوات والأئمة، لا سيما في هذه البلاد المباركة، بلادكم بلاد التوحيد والقرآن والسنة، بلاد الحرمين، هي بلاد المسلمين جميعاً وقبلتهم. فالحذر الحذر من هز رموزها والنيل من القدوات والأسوات، والحذر من الوشايات والشائعات المغرضة ضد هذه البلاد وأهلها، لأنها تعاني حرباً استهدافية طائفية إرهابية خطيرة. فلنكن على وعي وفطنة. حفظ الله لنا عقيدتنا وديننا وقيادتنا وأمننا وأماننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.